اعطيني هاي. هلا بقول لك ليش هاي لا لألك ولا لإلا. اليوم في تحدي كتير حلو حنجرب فيها البنات نشوف حنين على بعض ولا بس حكي. إلا كتير حنونة عطيني وقتيني نفس الشيء بس طول الوقت بتنقر ومشان الكاندي. اليوم في تحدي كتير حلو خليكم معنا لنشوف شو حيصير. مرحبا كيف كان دان 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 حكي. ايش بكون ايش عم بتعملوا؟ انا وإلا وقتينا كتير متحمسين لتحدي الكاندي وانت قاعد عم تتفرج على ستوريات. ستوريات منو عم تتفرج تعالهم؟ لك ستورياتنا كنا عم ننزل شيء. شو عم بتنزل؟ نزلت هي تعال خلينا نشوف شو عم بنزل. وين نزلت؟ على انستغرام. الاولاد متحمسين. تعالي انت كمان شوفي مع المتابعين. طيب انا لسه مو شايفه يعني صدفه. ايش منزل؟ عم حضر مفاجأة شيء. هاي شو بتتوقعوا؟ سيوان؟ خلاص بعدي عني أبو الزين؟ نرجو عدم التصوير والتصفيق وكل شيء يعني. حبيبي؟ إلى إمتى يعني المفاجأة؟ خلص طولت سيوان صار أسبوع عم تحكي المفاجأة. ما حذرتي والله شكله حدا جاي. والله بحضر لك مفاجأة يا أم الزين أكرك عجب. بس اللي حدا جاي ولا؟ ما لك على اسمه مفاجأة بحضر يعني لسه ما في شيء جاهز. طيب امر الله خلينا نستنى المفاجاه تبع سيوان ان شاء الله يكون بالاخير في مفاجاه لانه من زمان مو عامل مقالب فخايفه يكون مقلب. رح تجيبني ايش هذا بتعرف مهمونه؟ ايش هذا؟ بس عم فكر بالمفاجاه انا يعني بس فهميني ايش عم بتعملوا؟ هلا هون اسمع 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 عندنا تحدي. بتتذكر لما عملنا تحدي لقتينا ببيتنا قديم اول بيت اخذناه بدبي؟ طبعا ممنوع تاكلي الحلويات. ايوه ايش عملت؟ اكلت كله. اكلت قتينا هذا كان صغير كان عمره هيك شيء سنه صح. وشوي فاكلت كل الكانديز والله. فهلا حنعمل تحدي اول شيء الكاندي نشوف التينة حتصبر ولا لساتها عقل الولدنه اللي ما فيها تصبر. والله ما اتوقع يا جيهون ما راح تصبر. والله مش التينة ما شاء الله حاسه انه هلا وعي تفهم علينا السيوان. بس التينة ما شاء الله يعني طيب يعني. يا هيك وتحدي الثاني حيكون حنيه الخواط على بعض. يعني في صحنين هون ححط جواتها كل وحدة هون مثلا ححط شغلتين وهون ما في ونشوف ردة فعل اخت الثانية حتعطي ولا لا. مين رح تحطيها بالاختبار؟ إلا رح تعطي بعرفة بس ححط التينة بهالاختبار لأن التينة لساتها صغيرة ورح شوف. طيب. هي كتير بتحب الكاندي وشوكولا فشوف إذا ما في تبع إلا حتعطي ولا لا. طيب خلينا نبلش. طيب يلا إلا التينة صغيرة إلا شو مبسوطة أنتينا إلا يا عمري نبلش التحدي. Let's go يا يلا أنتينا كم هاي فاي يا عمري يلا هيا أنتي لك حتظبط التحدي مع هذول هاي أنتينا هيا يلا يا جماعة رح خلينا نروحوا غرفة تانية. إلا خدي أنتينا نروحوا هديك الغرفة لبين ما ظبط الصحن أوكي. شوي نزلت الستوري فما بعرف اذا انتم كمان رح تتوقعوا شو هي المفاجاه لجيهان جنجرنتي الحلوه. بدنا نغير لها مزاجها لجيهان. هلا بصراحه بتوقع حدا يجي هيك بتوقع حدا يجي حتى المتابعين هيك توقعوا فانا كمان بتوقع حدا ما بعرف منشوف. ما هي يعني كم يوم وبتبين يعني بين كل شيء يعني كم يوم؟ ايه ما لنا مطولين بالقصه عم تمزح يعني ايه فرح تنصدمي يعني زين. فيديو جاي حيكون اعلان مفاجاه؟ اتوقع عن جد؟ اه وليه صبري ينفذ يا جماعة. طيبات هدول السيوار؟ طيبات اه ياكل؟ هاتي وحدة أم الزين خير هل نقعد أنا وياك ناكل ونخلصها؟ قولي برفقان أبو ولا أتينا هيك بتاكل إن شاء الله تصبر. هلا شوف إيش تتوقع بتصبر ولا لا؟ لا أنا متوقعت بنتي وبعرفها أنا كمان بنتي وبعرفها وتوقعت تصبر قال له وعيت طيب دورة قلبي هاي. طيب بنشوف انت بتعرفي التينا طيب عن حقيقة ولا عن التحدي الثاني حيكون عبارة عن هيك حط شغلتين هدول الاثنين هون تمام والصحن الثاني حيكون فاضي لإلا هنشوف التينا حتعطي لإلا ولا لا لإلي هاي خلص انا بتوقع تعطي التينا حنونة بس نشوف هاي تجربة يا جماعة جد جربوها مع اطفالكم لحد تحسوا انه حنونة بعض ولا بس هيك ويتعلموا انه يشاركوا يعني بالضبط يعني. نحن دائما اذا بدنا نعطي شيء لإلا بنقول شيري يعني يشاركوا بعض هي وقتينا وقتينا نفس الشيء بحب المشاركة طيب. حتى
اذا كانت قطعه وحده يقسموها. طيب جيهان هلا بدنا نحط هاي الغرض السكاكر هون، نحن لازم نروح ونعيد الكلمة. طبعا طبعا بدنا نروح. اوكي انا وياك. فمين رح نحط هون اتينا؟ رح نحط اتينا هون هلا ونثبت الكاميرا وانا وياك ايلا نروح. ايلا كمان رح تكون مخبية معنا. طيب خلينا يفضل هيك مشان انه خلص تكون. طيب هي بينه وبين حالها. سيت داون. طبعا انا رح اصور الايفون. نحن مسوي الايفون. اتينا ستي ويت ويت اتينا. اوكي عم نحكي معها بثلاث لغات. اوكي اتينا اتينا ويت يو هاف تو ويت نو دونت ايت كاندي. اوكي اوكي نو ماشي تبخه كل نو ماشي نو ماشي ايت ماما بابا غالي نو ماشي ايت حتى امتين. اوكي اوكي يلا بالعربي كمان احكي شو بدك. اتينا ما بصير تاكلي كاندي. اوكي ما تاكلي بس نجيب تاكلي. سوري سوري اتينا انا بتوقع ما يفهماني شيء بس عم تقول اوكي بس عم تصيرنا. انا وياك تشارطنا تعال هون. صح ايش تشارطنا؟ انا قلت ما حتاكل. اوكي خلينا نشوف. طيب. يا جماعه خلينا نشوف. بتتوقع اتينا تاكل ولا ما تاكل؟ سوري اوكي سوري الا عم تتوقع اتينا تاكل. اوكي طيب انت وبابا سريع بعض رح اشغل الكاميرا. اتينا ويت. اوكي ده يلا مزبوط كان بالبدايه ولا ما اكلت بالبدايه ما بعرف هيك. طيب انتم قيموا لنا بالكومنت اذا اتينا نطرت ولا اكلت يعني نسبه للمره الاولى والمره الثانيه. انا بقول انه لسه ما فهمت علينا انه ما شر. المهم استنت البنت ما اكلت. فالمهم يا جماعه انتم قيموا لنا بالكومنت هيك حسيت انا وياك تعادلنا. اوكي تعادلنا فمعناتها هلا رحت يلا نروح التحدي الثاني نشوف حنية البنات على بعضهم حقيقي ولا لا. لو اتينا متحمسين لتتتا اوكي اتينا ما بتعرف شوفي بس عم بتصفصف. افتحي بايدك الثانيه افتحي شوفي شوفي جواتها. شوف شوفي جواتها خلي الاولاد ما يشوفوا. يلا هاي بتوقع اتينا تعطي الاله وانا بتوقع هيك. يلا نشوف توقعاتها حتطلع صحيحه ولا لا. طبعا يا جماعه نحن حنروح ما حنكون قدام مشان ما يتاثروا فينا. اعطينا نو اوبن ويت ويت نو اوبن. اوكي ويت بس الا سي 1 2 3 يو هاف اوكي سيوتا
أنتينا بس إلا say 1 2 3 you have to open okay. Okay. يلا. Three, two, one, open. Bravo. يا عمري ولا فكر بس يا أتينا ولا فكر ولا فكر إيه والله أتينا you give one to Ella يا عمري Ella one to Ella يا عمري good job good girl أتينا كتير حنونة Ella Ella thank you يا عمري one for you one for me Let's share our candy. عندك شوية صدقاً هي أحلى تحدي بالنسبة لي. شفتي؟ أول مرة منجرب أتينا بهيك شيء. أحسن شيء. وقت إلا فتحت فيه فتحت إلا قالت أوه هي فورن هيك طلعت ولا فكرت. أوه يعني هي انصدمت إنه ما في تبعيت إلا فشالت من عنده فورن. أنا توقعت إنه أتينا تعمل هيك. بس ما توقعت بهالطريقة فوراً يعني ما فكرت قصد فوراً انه طلعت هيك انه انه ما في تبعية إلا فعطت أتينا شوكليت يا عمري أتينا are you happy? Yes إلا are you happy? تعرف شغلة؟ هاي تحدي ما عملها مع إلا لأنه أنا متأكدة 100% إلا أكيد حتى إلا واعي وكبيرة بس هي ما بتعرف يعني هيك وهيك عرفتوا بس بما انه ما كنا هون والله كنا هني وشفتها هيك عم تعطي لك جنات فاكتبوا لنا لأتينا بالكومنتات وي لوف يو أتينا برافو شو لسه عم تاكلي شوكليت؟ إلا خلص انا اجتني فكره شو هي حبيبي؟ طيب بما انه أتينا وإلا انه كانوا كثير حبابين وكثير طيبين وكثير حنونين على بعض الله يخلي لي اياهم ويخلي لكم اولادكم جميعا امين يا رب فانا جاني اقتراح انه شو رايك نكافئهم وناخذهم نطعميهم ايس كريم ونشوف رد فعلهم انه هي مثل انه مكافأة لإلهم؟ ايه ناخذهم ونشتري لهم ايس كريم بما انه اكثر شيء الاثنين بيحبوه الايس كريم وقليل ما اعطيهم لانه بيمرضوا بسرعه فاوكي ليش لا مكافئهم ثواني خلينا نشوف أتينا ليتس جو ايس كريم يس دو يو ونت ايس كريم؟ تركت يس ليتس جو ايس كريم جيف مي هاي فايف جيمي برافو ايس كريم ايس كريم نو ايس كريم خلص بدها تروح ما بصير يلا هي جهزوا ايس كريم ايس كريم ايس كريم الملكة ولا اميرات انت ايوه ايس كريم وصلنا شوفوا الاجواء يا جماعة الله هون قسم الحلويات شو عم تعملي هون؟ فيك تاخذني اذا بدك بلاش قصدك انت كمان حلويات؟ اسعد نفسي كمان حلويات يا عمري والله فكرتك ايه وجهك صاير مثل صينية الحلويات كتر ما عم تاكلي هالايام هون في قصص ثانية شعبيات ومع شعبيات ودنيا هذا قشطة؟ يا خلص يعني قشطة شو بدك تحكي بالانجليزي يعني معقول؟ خلص قشطة قشطة والله جارجع بتعشي انا ملتهي بالتصوير كنت يعني ايش معنى نحن كل واحد بولتشس وانت كرة تانية يعني الله كنت ملتهي بالسناب قال حطت لي قطعة واحدة اي بال واحد يعني طابة واحدة طابة واحدة نحن كلنا طابة انت ايش يعني بدي ثلاث طابات انا في عندك راس زيادة ما في لا مو هيك انا ثلاث طابات؟ ايه لك روح ليش البعزق ابو الزين معناته هلا باكل شيء ثاني خلص روح خلص بناكل حلو تعال شوف اتينا Are you happy? Yes. طبعا happy لأن عم تاكلي ايس كريم. يلا انت كمان happy؟ يعني ما فهمت بس مشان بدل ثلاث طابات طابة جبت لك تزعل؟ عم باكل شوي مثل اولاد صغار؟ مشان ما يخلص. لك خلص روح جيب وحدة ثانية مرة قلت لك طابة وحدة. خلص غلطنا منك. لا 3 بولز 3 بولز جس لا هي بولز جس هي بولندي 3 بولز 3 بولز خلص قلنا بال واحد. Oh my god, this is so I can't believe. شوفوا وانا one ball. اي والله. انا بابا. لازم ياخذ ثلاث مرات.
التينة شو؟ مبسوطة؟ مبسوطة؟ تعبت يا دوب. يعني تحكي قصة من عندك. أنا ميني وحالي طيب بس طعم تعب وزي مشان ما تزعل طعميناكي ما طعمتينا من الايس كريم. الله سجلني هاي دوم والله لا أكلة تعب. لا خلص والله خلص توبت ليش انتي حاط ايس كريم بالشيري؟ طيب هاي بسوريا كنت باكل منها كتير قلوش انا وبابا مو بابا تبعك بابا تبعي الله الله يا جيهان شو جبتي لنا؟ على اساس نحن ناكل حلو هنيك عم جيهان قالت انه خلص ناخذ معنا تيك اواي وناكل بالبيت فجيهان حبت تجيب شو اسمه هاي هلا شفنا كثير قصص حلويات شعبيات شو هاي لا مو شعبيات هي كنافه صراحه الكنافه بجبنه كنافه مع جبنه انا دخلي على المكرياف هلا افتحي الكياس خلينا نشوف هون شو هاد هريسه انا ما بحبها بتعرف ليش هي لانه كثير هذا شو اسمه كثير كثير وهي لسه عاملينا بالسمن العربي اساس بدك تاكلي ايش اسمه مدوق اخذت تبع الفستق حلبي كمان لسه بتعرف طعم الدمق من الزين صحه وهنا يا عمري انا بحب الحلويات يكون فيه السكر كثير ثقيله حطيها نشوفها المهم فجبت لي هيك قطعتين من فستق حلبي قطعتين من المكسرات وهي قطعتين هاي لازم تدخل على الميكرويف جيهان جابت كنافه جبت معها هيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو وخلصنا فاكتبوا لنا بالكومنت شو كان رايكم بإلا وأتينا واكثر شيء بالتحدي الثاني تبعيت أتينا وكمان اكتبوا لنا بالكومنتات شو بتتوقعوا المفاجاه اللي عم تتحضر لجيهان ويا جماعه ام الزين انت بتستاهلي بدي اغير لك مودي فالمهم يا جماعه بننزل على السناب شات كل يومياتنا 24 ساعه كل شيء بكون على السناب انا وجيهان مقضينا مناقره مقضينا هيك وشغلات حلوه وكل شيء المهم يا جماعة بنحبكم كتير كتير حطوا لايك إذا حبيتوا الفيديو تابعونا على السناب ما تروحوا حالكم يومياتنا وضلوا بخير بنشوفكم بفيديو جديد باي.